باسم الآب والاب والروح القدس، الله الواحد، آمين. بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس، بعض التأملات في قراءات كلمة الله من الكتاب المقدس حسب ما ورد في قراءات الأحد الأول من شهر طوبة المبارك، وده الكنز الروحي اللي بيدوه لنا ربنا كل يوم لكي نعيش ونحيا للحياة الأبدية. قراءات الأحد الأول من شهر طوبة بتتكلم عن هروب العائلة المقدسة إلى مصر، وأيضا الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، معنى وجود السيد المسيح له كل المجد في مصر، ومصر اللي هم شعبنا اللي هم نعتبر الأمم، لأن كل ما هو غير يهودي كان يعتبر أمم. شهر طوبة 3 أعياد في الظهور الإلهي، عيد الختان، عيد الغطاس، وعيد عرس قانا الجليل. نشوف فيها ظهور الله المتجسد عشان نشوفه في حياتنا، خاصة من خلال المعمودية المقدسة، عماد مخلصنا الصالح ومعموديتنا نحن. نبدأ أولا في القراءات بإنجيل القداس الإلهي حسب ما ورد في إنجيل معلمنا متى أصحاح 2 والأعداد من 13 إلى 23. وبعد ما انصرفوا، يقصد عن المجوس يعني، بعد ما قدموا هداياهم، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. أكيد المجوس أعلموا العائلة المقدسة بما قاله الله لهم في الحلم، ففهموا أن هيرودس يبحث عن يسوع ليؤذيه، لكنهم لم يضطربوا بل انتظروا إرشاد الله. ثم تظهر عناية الله بهم، أي بالعائلة المقدسة، واستهزائه بهيرودس الشرير. فظهر ملاك الرب أيضا ليوسف للمرة الثانية، وطلب منه أنه ياخد الطفل يسوع وأمه ويهرب بهم إلى مصر ويكون هناك حتى يقول له. مصر تعتبر أقرب مكان لليهودية ليست تحت سلطان هيرودس. طبعا في بلاد كتير أقرب، لكن دي أقرب منطقة ما فيهاش سلطان لهيرودس. القديس ذهبي الفم وقف عند جزئية قم وخذ الصبي وأمه، وبيقول هنا بقى صارت مريم تنتسب للمسيح وليس ليوسف، والمسيح هو منسوب للعذراء لا ليوسف. فالمسيح كده صار هو المركز الذي ننسب إليه. هرب المسيح إلى مصر ليه؟ كانش ممكن يعمل معجزة يقتل هيرودس أو يحدث أي شيء بدل الهرب. فالسؤال كتير بنسأله، لماذا هرب المسيح له كل المجد وهو الله الظاهر في الجسد، لماذا هرب إلى مصر؟ أولا عليها أن يتمم رسالته، وعليه أن يختفي من بين أعدائه اللي منهم اليهود طبعا وهيرودس.
لأنهم أرادوا قتله. القديس يوحنا ذهبي الفم أيضا بيقول كده: لو أنه منذ طفولته المبكرة أظهر عجائب لما حسب إنسانا، فهروب المسيح أكد حقيقة تجسده باحتماله معاناة البشر منذ طفولته. ده الصليب منذ البداية. غير مستخدم لقوة لاهوته ليريح نفسه. قديس ذهبي الفم أيضا بيعلمنا هنا أن السيد يريد شيء في هذا الهروب. بيقول كده: أن النار لا تطفأ بالنار بل بالماء. فصار هروب المسيح درسا للهروب من الشر إن أمكن. وده اللي بيقوله الكتاب فعلا. الصديق أو بمعنى آخر الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. طبعا الحمقى زي هرودس، لكن نشوف هنا الذكي أو الصديق اللي منهم مخلصنا له كل المجد، اللي منهم أيضا معظم القديسين والأنبياء بذكاء الحكمة وحكمة الذكاء الروحي عبروا عن الشر. شوف نوح، نوح الصديق ما عملش زي الناس الأشرار عشان ينجي نفسه ومن معه. إذن الذكي وهو الحكيم هنا عندما يرى الشر بيهرب منه ويلتجئ إلى الله ليحميه فينجو من الشر. يعني إذا كان رب الميت بيعمل كده، فما بالنا نحن؟ عايز علمنا هذا الدرس ويعلمنا أيضا زي ما قال السيد له: كل الميت، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. المسيح جاء لا ليهلك بل ليخلص. يمكن تفتكروا حادثة المسيح لما دخل السامرة وما رضيوش يقبلوه، فبعض التلاميذ بيقولوا للسيد: قل أن تنزل النار من السماء. يعني عايز يقول للمسيح، يقول المسيح افنيهم. ما نفعش الكلام ده مع المسيح. معلش، هما كان لسه يعني لسه تلاميذ جداد ما خاضوش خبرة كبيرة مع المسيح. فالمسيح كده نطق بفم الطهر وقال: لست أعلم من أي روح أنتما. يعني ليه كده روح الانتقام؟ انتوا بتشوفوا سيدكم بيعمل كده عشان تطلبوا هذا الانتقام. لذلك هرب المسيح إلى مصر. أحد الآباء بيقول تعبير جميل، بيقول: إن آمنت بالحب تستطيع أن تطفئ كل لهيب الشر في جميع المحيطين بك. الحب أقوى من الكراهية. اشفق بمحبتك على الغاضبين والطامعين، فهم مرضى محتاجون للدواء الذي هو الحب، سواء باحتمالهم والصلاة لأجلهم أو التكلم معهم بلطف عوض كلماتهم السيئة أو تقديم خدمات لهم. فاكرين قصة المعلم إبراهيم الجوهري لما أخوه بيشتكي له من بعض الجيران اللي كانوا بيضايقوه وضايقوا أولاده؟ عمل معروف مع هذا الشخص المعتدي الشرير فكذبه. تاني يوم اتغير الحال. فلما يمتلئ القلب بالمحبة نتغاضى عن مقابلة الشر بالشر. أيضا هرب المسيح إلى مصر، وكلنا نعلم ذلك. أراد المسيح تقديس بلادنا مصر، وحسب النبوة سيكون للرب مذبحا في وسطها زي ما ورد في إشعياء 19. وأصبحت فعلا حسب النبوة منارة للعالم كله. ويقال في التاريخ أن العائلة المقدسة وهي بتجتاز في أرض مصر أثناء الهروب، فكل ما تمر العائلة بجوار الأوثان، وانتوا عارفين كان في أصنام وأوثان كثيرة في مصر، كانت الأصنام دي بتسقط وتتحطم. كل ما يدخل مكان الناس يطردوهم لأن الأوثان بتتحطم بوجودهم. ولذلك انتزعت الأوثان من مصارة مصرنا، هي مركز إشعاع إيماني. وما ننساش مركز تعليمي لاهوتي، مدرسة الإسكندرية، وأيضا هي أصل الرهبنة. يعلق القديس ذهبي الفم أيضا بيقول كده: يوسف لم يتعثر عند سماعه عن الأمر بالهروب،
ولم يحزن، بل كان خاضعا ومطيعا يحتمل هذه التجارب. تعالوا فعلا نتأمل هذا الإنسان العظيم اللي مش واخد حقه حتى في الإنجيل، يوسف القديس ما قالش إذا كان المولود هو يسوع، فليه ما يسوع المسيح وده الله ظهر في الجسد؟ طب ليه ما يخلصناش من هيرودس وما يخلصناش من المتاعب دي بتاع رحلة الهروب؟ حتى لما الملاك بيقول له اهرب إلى مصر ما قالوش لمدة قد ايه، شهر اتنين كتير قليل، قال له لغاية ما اقول لك مرة تانية. ومع ذلك القديس يوسف والقديسة العذراء مريم سلموا تسليم كامل، تسليم كامل، وما طلبوش اي دليل لاي شيء، هو ده التسليم الكامل. احتمال الالم في صمت حياة يوسف كانت مع المسيح هي مزيج من الفرح والألم، هروب واضطهاد وألم، وملائكة تسبح ونجم يشوفوه ومجوس ساجدين ورعاة شهود، وده إيه ده؟ كان أعظم فرح. فدي الصورة التقوية الحقيقية للمؤمن فعلا، مزيج مستمر من الضيقات مع الأفراح بيسمح بها الرب لأجل تزكيتنا ومساندتنا روحيا. فبالضيق بنتزكى أمام الله، وبالفرح بنمتلئ رجاء في رعاية الله وعنايته المستمرة. غضب هيرودس جدا طبعا للأمر بسبب عدم طاعة المجوس واعتبرها إهانة، ازداد خوفه من الملك الجديد، مش هو بس وكل المدينة اضطربت. فقرر هيرودس في قسوة قلب أنه يقتل كل أطفال بيت لحم، مش كده بس، لا واللي حواليها كمان، عشان يضمن قتله طلب من الجنود محاصرة المكان، محدش ينجو حتى من كل التخوم في حدود بيت لحم. وبحسب توقعاته زي ما سمع أن الملك الجديد هيكون في عمرك حوالي سنة أو أكتر، فراح مزود الأمور شوية، طلب أن يقتل كل الأطفال حتى سن سنتين عشان يضمن التخلص منه، لئلا يخطئ العسكر في تقدير سن الأطفال. فأمر بقتل كل من حوالين بيت لحم لما أكبر سنا من الطفل يسوع، عشان يكون يضمن النقاد على المسيح. وهنا ظهرت وحشية هيرودس الشرير. صار هؤلاء الأطفال أول شهداء المسيحية، فصاروا رمزا للكنيسة المضطهدة المتألمة لأجل المسيح، الكنيسة اللي رجعت وصارت كالأطفال بسيطة كمسيحها، الكنيسة التي لا يحتملها إبليس الممثل في هيرودس ولا يحتملها العالم ويريد قتلها واختفاءها. لكن ما لا يفهمه العالم، أين ذهب هؤلاء الأطفال؟ هم في السماء، لكن ما مصير من قتلهم ليتمسك بالأرض؟ كلنا نعلم، عشان كده عبر عنها الكتاب الجزئية دي، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، ودي وردت في نبوات أرمياء، رحيل يعني بترمز لإسرائيل اللي كانت بتبكي على أولادها ضحايا السبي، ودي نبوة عن العمل الوحشي أيضا الذي قام به هيرودس الشرير. يمكن هنا في الآخر بيتسائل بعض الناس، ليه سمح ملك السلام أن تحدث هذه الكارثة بسبب ميلاده في الوقت اللي انطلقت فيه الملائكة لما غنوا لرب المجد عند ميلاده أغنية الفرح؟ أغنية الفرح في نفس الوقت يحدث هذا الصياح والعويل وهذه الكارثة، ليه سمح الرب بذلك؟ ليه سمح الرب؟ هؤلاء الأطفال قدموا عملا كرازيا وشهادة حق أمام العالم كله، دول بيمثلوا زي ما قلنا كنيسة العهد الجديد اللي حملت بساطة الروح كالأطفال، كنيسة التي لا يطيقها هيرودس فيضطهدها، لكن ما يقدرش يكتم صوت الشهادة إذا انطلقت الأطفال كأبقار لينعموا بالوحدة مع الحمل الإله أينما وجد.
يعني خسروا حياتهم هنا على الأرض بدري، هناك منيرين في السماء مع المسيح. العائلة المقدسة انطلقت إلى مصر ومرت بأماكن كثيرة وباركت أماكن كثيرة في مصر، وقعدت هناك على ما يذكر التاريخ حوالي سنتين حتى مات هيرودس، وكده تمت نبوة هوشع النبي في عودة المسيا من أرض إلى أرض إسرائيل، عودتهم من مصر. النبوة اللي هي في هوشع 11: من مصر دعوت ابني، مصر دعوت ابني، ودي بتنطبق على رحلة العودة للسيد له كل المجد. وأيضا عن نبوة: من مصر دعوت ابني، عن إيمان شعب مصر بالمسيح. وأيضا سابقا كانت نبوة عن خروج بني إسرائيل من مصر. باقي القراءات، احنا خدنا قراءة من 9 قراءات، كل القراءات بتتكلم عن خلاص الله للجميع، خاصة الأمم. هنا همر بسرعة عليهم. مزمور إنجيل القداس: أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره. لعيون الأمم كده العربون شفناه في وجوده في أرض مصر. ذكر رحمته وأمته البيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. وده اللي تم فعلا، أن خلاص الرب مقدم لي. الله يريد الجميع يخلصون. مزمور العشية: يا جميع الأمم. لاحظوا معايا تكرار كلمة الأمم هنا، بيأكد على أن البشارة للجميع هنا. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت، لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. واضح هنا طبعا المزمور، شوف النبوة بتاع المزمور بمئات السنين بتتكلم عن هذا اليوم اللي فيه الرب قدم الخلاص لكل الخليقة. إنجيل العشية: لما صار النهار، يقول كده معلمنا القديس لوقا صح 4: خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه. يعني بيتكلم عن السيد له كل الميت. فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم، فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت. يعني عايز أقول أنا مش جاي بس خصيصا لجماعة اليهود فقط، لكن يجب أن أبشر، يعني خلاصي مقدم للجميع. وده شفنا يديه الطاهرتين على عود الصليب، يريد أن يحتضن الكل ويقدم خلاصه للجميع. مزمور باكر: الرب قد ملك، لبس الرب الجلال، لبس الرب القدرة، اتظر بها أيضا، تثبتت المسكونة، مسكونة عن العالم أجمع، تثبتت المسكونة لا تتزعزع. عشان كده بيقول القديس كورولوس الكبير في الجزئية دي: النفس التي كانت في الماضي مهجورة بسبب الخطية ومرعوبة ومرتعدة وقد استولى عليها الخوف والفزع، فين هنا دلوقتي؟ يقول يا سلام، الرب وصل ليها هذا الخلاص، صارت آمنة فرحة. يقصد الأمم اللي يقبلوا رسالة الخلاص. سادسا: إنجيل باكر: وانحدر إلى كفر نحوم، مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت، فبهتوا من تعليمه، لأن كلامه كان بسلطان. وبعد كده يقول: وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة. احنا بنشوف هنا نفس العنوان اللي قلناه، الله يريد الجميع يخلصون. سابعا: البولس، القديس بولس معروف طبعا رسول الأمم، فبيشارك الأمم الفرحة، فرحة الخلاص. وعشان كده بيقول في رسالته إلى روميا صح 15: وأما الأمم فمجد الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل اسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبي، وأيضا سبحوا الرب جميع الأمم، دعوها جميع الشعوب. وأيضا يقول أشعياء: سيكون أصل يسى، والقائم اللي يسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم. شوف إنجيل النهاردة، موضوع النهاردة هروب المسيح إلى مصر، فتح الباب على مصر عليه لنتأكد خلاص المسيح لكل البشرية، وأصبح الكل متساو، ليس يهود وأممي، الكل متساوون
أمام الله. المسيح للكل، للكل، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، بيقول كده رب المجد يسوع. الكاثوليكون، القراءة قبل الأخيرة، انظروا أية محبة أعطانا الله الآب حتى نضع أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، يقول كده معلمنا يوحنا، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به بهذا يطهر نفسه كما هو طهر. يعني لم يصبح الامتياز لبني إسرائيل فقط، بل حدثت المساواة وصار الكل من أي جنسية ومن أي لغة، صار الكل أبناء الله بالتبني بميلاد المسيح. بس شرط أنه يقبل إليه ويؤمن به أنه جاء إليه خصيصا للخلاص، والكل أصبح متساوي أمام. أخيرا قراءة البراكسيس، بيقول كده القديس لوقا في رسالة أعمال الرسل، فهؤلاء صح 14، بعد ما شيعتهم الكنيسة لما يقصد بهم بولس يعني وبرنابا، اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم. يعني قد إيه كانت فرحتهم، لأن دول رسل الأمم، وأعلموا باقي الرسل بقبول الأمم أيضا بفرح للمسيح له كل المجد، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الأخوة. شوف الخبر الحلو ده، وده الخبر اللي يسعد كل مؤمن فعلا، الخبر الأكيد لما يشوف الغير بيقبل، الآخرين يقبلوا إلى المسيح، الآخرين يقبلوا حتى يأتوا للحياة الأبدية ولا يصيروا للهلاك. ده أكبر فرحة. يقول الخبر الحلو ده اللي وصله الرسول بولس وبرنابا سبب سرور عظيم لجميع الإخوة. دي فرحة الكنيسة الحقيقية، لما نشوف الهالكين والبعيدين والخطاة تابوا ورجعوا للإيمان بالمسيح. يقول ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. يعني يقصد البشرى العظيمة اللي وصلوها للأمم والنجاح بتاع الخدمة. ده التهليل، تهليل الكنيسة، وده تهليلنا النهاردة، أن وجودك يا رب في أرضنا، باركت أرض مصر وأعلنت القبول لكل الأمم. ربنا يبارك علينا ما سمعناه، ونعيش في هذه الفرحة، فرحة وجود المسيح في قلوبنا، فرحة قبول المسيح لكل البشر بشرط زي ما قلنا التوبة والإيمان. نصلي معا. يا ربنا وإلهنا، نشكرك على أنك يا رب وهبت لنا أن نحيا في محبتك. نشكرك على وعدك بأن كل المعاناة على الأرض سوف تنتهي. اسمعنا يا رب عندما نلتجئ إليك مع كل من بكل ما في قلوبنا نقدمه إليك. نحن ضعفاء يا رب، لكنك أنت قوي. نضع رجاءنا واتكالنا في قوتك، ولتبقى حياتنا بكل همومها العملية في رعاية يديك يا رب. يا رب يسوع بنرفع إليك أيضا كل المرضى يا رب، تشفيهم يا رب من جميع أمراضهم يا رب. أيضا يا رب كل إنسان متضايق يا رب يسوع، أنت الوحيد يا رب اللي تفك يا رب كل متضايقات، فك يا رب سبي كل إنسان يا ربي وقع تحت حمل خطية أو أسير للشيطان. رد البعيدين يا ربي، وصل يا ربي الرسالة للعالم أجمع يا رب يسوع المسيح، لكي تنقذ يا رب خليقتك من الهلاك. بارك بيوتنا يا رب، احفظها في اسمك، أولاد نحفظهم في اسمك يا رب يسوع، ليكونوا منارة يا رب في هذا العالم، ملح ونور يا رب. من أجل يا رب بيوت فيها مشاكل احنا بنضعها أمامك يا رب يسوع المسيح، تتدخل أنت بسلامك الكامل، ترد ليهم يا ربي محبتك، تدخل بيوتهم وتزورهم يا رب، وتسامحنا وتسامحهم على ضعفاتهم. نجد كنيستك المحبوبة احفظها في اسمك. دبر يا رب أمور كل الكنائس يا رب يسوع المسيح، دبر يا رب أمور كل الكنائس بسلامك الكامل. بارك يا ربي على كل المسؤولين يا رب عن الخدمة وعن الكرازة
وعن الكنيسة يا رب يسوع المسيح. احفظهم في اسمك ورشتهم دايما بروحك القدوس. بارك يا ربي أخيرا على ما سمعناه يا ربي، واقبل إليك يا ربي صلواتنا وطلباتنا مع صلوات كل قدسيك. واسمعنا يا رب يسوع عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.